عليكم ولا سهلا، كيف الحال؟ عساكم بخير. نايف السويلة معكم اليوم، فيديو جديد من سلسلة المليو السري. أول فيديو مليو سري في عام 2020. اليوم تجربتنا بتكون وين؟ برجر كينج. طيب ليش برجر كينج؟ أنا أعلمكم ليش. عندهم حملة جديدة في تويتر اللي هي أخلط لين تشبع. فالفكرة ما فيها أنها تأخذ تشيكن رويال وبتخلط عليها أي شيء تبغاه، فهذا الشيء اذا ما هو منيو سري وش بيكون. خلونا نبدا سلسله المنيو السري وبنجرب اكثر من شغله. طبعا في اكثر من خلطه، والخلطات اللي ببدا فيها هذه شفتها في فيديو عندهم، ما هي وصفات رسميه ولكن بنحاول نقلدها ونشوف ايش وضعها، وبعدها نبدا نحسن ونعدل ونخلط على مزاجنا احنا. اول خلطه بنجربها مع تشيكن رويال اللي هي تشيكن فرايز وانيون رينج وكاتشب وخردل. خلينا نشوف الاشياء هذه وبعدها نجيكم ونجرب الخلطه الاولى. الله يعافيك، ابغى واحد تشيكن رويال مع اونيون رينج واللي هو فرايز تشيكن ولا تشيكن فرايز؟ تشيكن فرايز. تشيكن فرايز، طيب تشيكن فرايز وكاتشب وخردل، تعطوني اياها برا ولا معها ولا خارج؟ طيب هذا طلبي بس. وجبه اي حجم؟ ما تجي وجبه هي الحين اخلط لين تشبع، ذي وجبه ولا؟ ايوه هي وجبه تجي. طيب بعدين عندي اكثر من طلب، فممكن تصير سندوتشات بعدين؟ طيب خلاص هالمره خليها وجبه وكولا دايت صغير. الرواع بدات تخرج عن السيطره من اول خلطه سويتها، مكب الخردل علي في كل مكان، ولكن زي ما انتم شايفين هذه هي الخلطه الاولى. يا سلام يا سلام، حلقات الباب. الو الو، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. امور مستتبة مستتبة، اصبروا وراكم طحتوا علينا. هذه تشيكن رويال اللي كانت مرتبة قبل شوي ولكن طحتوا ونحاست الدنيا. جرب تشيكن رويال بخلطتها الأولى. خلونا ناكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. سلام. اذا انت بني ادم تحب الدجاج وبتطفح دجاج، الوضع يطلب لغوصه. عشان خلطات سريه ولغوصه، تجربتنا للخلطه الجايه تكون شيء صادم لك. بيكون جواها ابل باي. وش ابل باي؟ فطيره تفاح. في شغله لاحظتها، فره وقلفز. محسوبكم سحب عليها ووسخ سيارته، وسخ كمك، احرص ان اكون معك القلفز والامور هذه. وخلونا نروح نجرب الخلطة اللي بعدها. بسم الله. الحين جيكم الخلطة الثانية الصادمة، خلونا نشوفها. يقول يا رب معد تتحمل يطلع شيء كويس. السلام عليكم للمرة الثانية. الله يعافيك. تشيكن رويال بس هالمرة ابغاها ساندويتش. هي اونيون رينجز ابل باي. بس يا مال العافية. شكرا. على خلطتنا الثانية. يا ويل قلبي يا ويل قلبي، يا انها تكون شرق ولا انها تكون شيء مضبوط. نقول ان شاء الله انها تكون. شوف دائما اقول لكم حالي ومالح يعني يحبون بعض، تجمعهم جميل. بس خلونا نشوف. نقول بسم الله. مشكلتها قطعة واحدة، انا ابغاها تنقسم نصين. طب ندخل جوا خليها يقسمونها بعدين نجيكم. اهلا وسهلا. تشوفون هذه حاطها ليش؟ لان الشمس قاعده تصقعني بشكل مباشر. خلونا نشوف البرجر هذا او الخلطه الثانيه. عندك تشيكن رويال حقتنا طبعا بدون مايونيز بدون خس، فوقها حلقات البصل وفوقها الابل باي. هنا الفكره، هنا اللغز الصح، هنا التجربه. بسم الله. في فكره في فكره في فكره. شوف، ممكن تشككون في قدراتي، ممكن تشككون في اي شيء، ولكن يا جماعه الخير لذيذه بشكل ما تتصورونه. فطيره التفاح وقرمشتها مع الدجاج مع كذا انت البصل، وعندك جوا اللي هو تفاح مع شويه قرفه، متناغمين بشكل غريب. انا عارف ان مخك قاعد يقول وع وش ذا، صدقني لا صدقني لا، انهم متناغمين مع بعض. انا دائما اقول لكم حالي مالح
مع بعض ينفعون بشكل خرافي. والله لذيذ. الخلطة الثالثة باخذها نفس ما شفت، افكر بحط عليها زيادة شوي. وش بتصير عبارة عن ايش؟ قنبلة جبل. من الاخر من الاخر، خلونا نروح نشوف. ملحوظة ثانية بس، نرجع نقول السفرة هذه ضرورية. الصوص في كل مكان، في كل مكان صار في صوص. اللي بعده يلا خلنا بس ننظف الامور واجيكم. الفرة الرابعة، الفرة الثالثة، شوفوا نفسها ولا تغيرت. اهلا وسهلا، السلام عليكم مرة ثالثة. فرايز، تشيكن ناجت، موزاريلا ستيك، وزيادة صوص جبن اثنين، وجبن جوا البرجر نفسه، زيادة كولد ايس برا. احسها انقرفت من وجهي 3000 مرة اجيها. انا دخت شادور. يوه كولا بارد وقته. اللقطات بعد شوي بتشوفون الكولا فيه، ماني بشايله عاد. مشكلتك هالمرة لازم كولا، لازم برد. زمان ما قلنا جبن، تحسب لنا كذا وبس، تحسب لنا كذا وبس. اذا تحسب لنا كذا وبس شكلك ما عرفتني، شكلك ايش ما عرفتني. على هذا كله ما يكمل الا لما تغطسه صوص الجبن هذا. لازم نحترمه، اصبر لازم نحترمه لو قال طريقه صح. يا سلام يا سلام يا سلام. ولا نغطسه كذا. يا الله 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 يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني عليك يا قلبي انت، يا احلى قنبلة جبن في العالم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذه الخلطة الصح، هذه الخلطة اللي تكيفك وتفللك من ذا الجبن، كل اللي في خاطرك يروح. شفت سبدك تبرد. الله تحية. خلطتنا هذه خرافية، خلطتنا هذه ما بعدها خلطة. صح مرينا على خلطتين حلوات، ولكن هذه جبارة لمحبي الجبن، بتجوز لك بتكيف عليها. الخلطة رقم ثلاثة، خلونا نروح خلطتنا رقم أربعة، وغالبا بتكون هي الأخيرة. فبسم الله ونكمل حلقة المينيو السري. بسم الله. يا الله يا شمس. يوه. السلام عليكم. آخر مرة تقابلين وجهي اليوم. تشيكن ناجت، وانير رينج، وقارلك مايو، وفيه تشبتلي رانش هو ولا أو تشبتلي زبدة الصوص. تمام. بس يا ملعب. ثالث كولا، هو في كافيين شكله ما في كافيين. اخر خلطه، شفت انقطعت عنكم فتره طويله، فتره تعب كذا مسكين، بس ظبطتكم خلطات لليل. يتغير الفيو شوي لان الشمس صارت تجي المكان اللي كنا نجلس فيه من اليوم. نغير الموضوع، نجي هنا نصور الوجبه كذا نوريكم اياها. هذه ملكاتهم، هذه شيختهم، هذه شيختهم. يعني شوفوا وانا اسجلها وانا اصورها حبيتها. يعني شوفوا هذا، شفت اللقطه ذي وانا ارتب، اسمع صوتي. يا قمر يا حلوه. قعدت اتغزل فيها، قعدت اتغزل فيها من جمالها. بعض الاحيان يا اخي الاكل تحس انك تحبه، يعني لا تحبه مره، تحبه يدخل في قلبك. يعني الساندويتش هذا دخل قلبي صراحه وحبيته. نغطسها في تشبتلي صوص. أنا مو مره مع الحار، تعرفون الشتاء نحتاج نتدفى ونخلي السيستم شغال مظبوط. خصوصا انا والله تدفى وتعبت تعب. الله يجيركم كله من هالبرد. فبسم الله الرحمن الرحيم نذوق
خلطتنا الأخيرة. بسم الله. يوه شط شط. أحس إني بدأت أتنفس مظبوط. يا زين اللغويص، يا زين اللغويص زينة، يا زين المطاعم اللي تعطي وجه للناس اللي تبي تلغوص. هذه تجربتنا اليوم. دقيقة خلنا نحطها على جنب شوي عشان نتكلم وياكم. أوه حار. هذه تجربتنا اليوم كانت جربنا أربع أشياء مع بعض، أو أربع أشياء مختلفة للسيكريت منيو بالنسبة لي، ولكن اللي مسوينا برجر كينج باسم أخلط لين تشبع. إحنا مرينا على أربع خلطات. الخلطة الأولى الناس اللي تحب الدجاج تبغى كذا أشياء دجاج فوق بعض، فهذه خلطة رقم واحد جربناها. خلطة رقم اثنين، إذا بدك تجرب خلطات ما تدخل مزاجك بس إذا كلتها مخك يقول أوف وش ذا، حقة الأبل باي هذه حريقة. خلطة الثالثة وين وين، حقة قنبلة الجبن. وإذا تبغى خلطة رابعة زي اللي خلطة أخذناها قبل شوي، هذه الخلطة سميها إيش للحين أنا أحس بحرارة الشباتلي، فحتى تحس ان التنفس عندك يتغير، فحلوه في الشتاء الوقت هذا سبايسي فيه مطلوب. فهذه اربع خلطات جربناها من برجر كينج للمنيو السري التشيكن رويال. اتمنى عجبكم المقطع وجاز لكم. ما انت محكوم بشيء، عندك خلطات عندك صوصات تقدر تلخبط على كيفك، ولكن اذا تبغى تسمع نصيحتي عندك قنبلة الجبن، وإذا ودك تخاطر يعني تكة جرب حقة فطيرة التفاح وعلمني. وإذا هواك عالي ومزاجك عالي أخلط على مزاجك وسوي اللي تبغاه. تعرفت الخلطة كيف؟ واكتب تحت في التعليقات الخلطة اللي اخترعتها وتحس إنها أفضل من الخلطات هذه كلها. أتمنى عجبكم المقطع. كان معكم نافس فويلم، أشوفكم في فيديو ثاني إن شاء الله. في أمان الله، مع السلامة. يوه يوه دورني. يا عيني يا عيني يا قمر يا حلوه.